في مطار الرئاسة بالعاصمة أبو ظبي، استقبل صآحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. استقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز. مراسم استقبال رسمية جرت للرئيس الضيف، حيث كان في الاستقبال أيضا كل من سمو الشيخ طحلون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبو ظبي، وسعادة الفريق الركن جمعة أحمد البواردي الفلاسي المستشار العسكري لصاحب السمو نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وعدد من المسؤولين. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رحب بالرئيس الموريتاني والوفد المرافق له، معربا عن أمله أن تعزز هذه الزيارة التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين بما يسهم في توطيد العلاقات الثنائية في مختلف المجالات. كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية والتعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها إلى آفاق أرحب وأوسع.